بقى حق. طب حالك انت وياه. لك طب طب حالك انت وياه. لك خلاص خلاص يا واطي يا حقير يا خاين. انا بحبك. بتحبني بتحبني والدليل والدليل اللي شفته قدامي انت والعائلة. ليك وليه بتطلعوا لبرا؟ ما بدي اشوفكم ببيتي. تاخذي كيس انا زباله معكم دليل انا برا. لك انا جوزك انا بدك تتخلي عني بسهوله هي. الله جوزي. لك بدك اياني اشوفك مع الخدامه عم تعملوا العيبه. زينب خانم بكفي اهانه. انا مرته. لك ليش عم تقلينا؟ انت شايفه شلون عم تحكي معي وكاني وحده وسخه؟ ومو بس هيك يا خانم، انا مو بس مرته وعندنا ولدين كمان. اطلعوا لبرا. اطلعوا لبرا انتوا اثنين. ما بقى بدي اشوف خلقتكم. ادعي عليكي سبك. لك الله لا يوفقك على هالعمله اللي عملتيها. لك كان بدك اياها تتهمني بشرفي وضلني ساكته؟ بعدين انت يلي ورطنا هالورطه، انت السبب. انا شو دخلني انا؟ انا شفتها بالسوق. لما بشوفها بالسوق قلت لحالي ساعتين ثلاثه ما بترجع على البيت. لك هلا المهم شو بدنا نعمل بهالمصيبه؟ لك راح كل شيء مننا، حتى البيت ما صفي لنا شيء فيه. لا تذكريني من شان الله، لا تذكريني. أنا اللي كان مصبرني عليها وعلى أمها هو مصرية. لك وأنا كمان كان عيني على البيت، قلت بكره بتموت أمها ومندبر لها إلى شي موتة ومناخذ البيت باللي فيه. روحي روحي. روحي عادي مع الأولاد، روحي خليني أفكر أشوف لي شي دوبارة، روحي روحي. آخ منك ومن عمايلك بس. يا ستي صرت شايفتك بهالمنام شي ثلاث مرات عم يتكرر. أي منام يا مو؟ منام تقبريني حلو كثير، ما بعرف ليش تفائلت فيه. قال انت قاعده هيك بقرنه مثل جنينه كبيره ما بعرف، خضار خضار وشجر وحواليك يعروا اولاد. هي ما كنت افهمها ليش، شي عم يلعب وشي حواليك هيك كلهم كلهم قاعدين دايرين بالهم عليك. اه سبحان الله يا مو، معقول صار شي معجزه واحباب؟ ليش لا تقبريني؟ انت اكرم من الله. دخيل اسمك يا رب. بسم الله. مين انت؟ وشو عم تعمل هون؟ انا يا خانم والله بس تعبت شوي لحالي لاقعد هون. ليش وين بيتك؟ وين اهلك؟ امك ابوك؟ والله فيكي تعتبريني بلا ولا شيء. يعني اهلك ميتين؟ اي والله. انت جوعان؟ طيب خليك عندك شوي. سلمي ايدي. هدول المصاري خليهم مصروف معك. والله بكفي بس اكل. خذهم من ايدي. كتر خيرك يا خال. هاد انت اليومين ثلاثة بتناوق عليك بالحارة ما عم لاقيك، وين كنت؟ ايش خير يا خانم؟ يعني في شيء؟ انت شو بتشتغل؟ انا شو بدي اشتغل يا خانم؟ والله وكيلك كل ما بشتغل ابي بيضربني وبياخذ لي مصرياتي ومرت ابي بتزلني. ليش امك وينها؟
أمي ماتت من القهر بعد ما أختها تجوزت أبي. الله يرحمها. يعني مرت أبوك هي خالتك أخت أمك؟ الله يلعنك خالي واطي، موتت أمي من القهر هي وأبي. أنت شو اسمك؟ أنا اسمي بلال خان. وأبوك شو بيشتغل؟ أبي نشال، بينشل من العالم بيسرق، وأغلب أيامه بالسجن. طيب اسمعني يا بلال، أنا رح شغلك عندي، بتجيب لي أغراض للبيت، بتدير بالك على محلاتي. بس إذا بتطلع مثل أبوك، أنا بإيدي رح سلمك على الكركون، فهمان ولا لا؟ يا خانم أنا إذا اشتغلت عندك ممكن أبي كل يوم يضربني وياخذ لي تعبتي. طيب بكره الصبح بتيجي لعندي وبتدلني على بيتكم وأنا بتفاهم مع أبوك. طيب مثل ما بدك، أمرك. ماشي. خاطرك. دقيقة. خليك هون استنى. الشغل يا ما شاء الله. الحمد لله تقبريني، انت نيتك طيبه. لك الله لا يحرمني هالسعاده. اهلا وسهلا بلا. اهلا وسهلا. الله يعطيك العافيه. والله واصي تقبرني. عود. شفتي يا مو؟ شفتي هالرزق اللي الله رزقنا اياها؟ والله بلال ما في منه. امبارح كان الشغيل وهو عم بيمد ايده ليسرق، قام اجى قال لي وانا عملت له اللازم. لك الله يرضى عليه رضا قلبي وربي، صار له عنا 6 شهور بيساعدك بالمحل وهون وبيجيب لنا اغراض، عين الله عليه. الله وكيلك، اذا بضل خدام عندكم طول العمر ما بو فيكم حالكم. الخانم نشلتني من الفقر والتعتير والذل، ومن لما خلصتني من ابي ومرته صرت نام احلى نومي والبس احلى لبس واكل احلى اكل. انت بتستاهل كل الخير يا بلال، انت خليك هيك منيح معي ورح تشوف رزق اضعاف اضعاف. بلال الله يرضى عليك، احمل حالك وروح على المحل لانه نحن ما بقى نثق بحدا غيرك. يا امرك معناها اذا بدكم شيء ابعثوا ورا ابن الجيران يخبرني تكه وبكون عنده. معناها بخاطركم. بلال. ايه خان. انا عم فكر اني من يوم اللي كفلتك وربي عم يرزقني كثير ومهدي بالي. لهيك بدي منك تشغل لي مخك كثير منيح وتسال لي عن كل ولد او بنت بالحاره او الحارات اللي جنب منا يتامى. حالتهم مثل حالتك او اهلهم مسائلين عنه. هي سهلة يا خانم، أنا بعرف كل بيت بهالحارة فيه أم وأبي وأكثر من اليتامى ما في. لك أمي وين بدك تروحي بكل هالأيتام؟ أمي مو أنت كنت تشوفيني مع أولاد كتار بسهل أخضر ويكونوا جنبي ومبسوطين؟ بلا. إيه معناها أنا رح أشتري بيت وشغل فيه النسوان الأرامل، وهذا البيت رح أقسمه بالنص، نص للبنات ونص للأولاد، وأنا رح مدهم بالأكل والملبس والدفى. الله يرضى عليك يا بنتي، لك الله يحن عليك شو تقية وقلبك من الله. يا الله ما أطيب قلبك يا خان. وبدي الكلها، بدي الكل ينادوا لي أمي. لا صح الله حرمني الخلفة، بس الله ما حرمني هالإحساس. الله يرضى عليك يا رب يا بنتي، الله يرضى عليك. لا تنسى بلال مثل ما قلت لك. أمرك يا أمي. يلا استعجل. لك شو عامل؟ قطع راسي بالحيط؟ جن هسه شو تساوي؟ قال حتى تكل مصرية من شو هتفتح ميتم لأولاد الحارة العبا. لكان مو حرام هالمال كله ما يكون إلنا ولولادنا؟ قلت لك يا سمير اعمل شيء يتصرف، ما كنت ترد. شو بدي أعمل يعني؟ شو بدي ساوي؟ إذا هي جبرتني أرمي عليها يمين الطلاق. قال شو قال؟ بسامحني بالمتقدم والمتأخر. شو بيطلع بيدي أعملها؟ شو بيطلع؟ لازم تترجاها وتبوس رجلة كمان. بقى شو؟ على أساس هي سألة عني لك هي مو شايفتني كلي على بعضي. طيب شو رأيك بحل بخليك تاخد كل شي من عنده يكفينا وبدون ما تحس؟ بالليل بتفوت لعندها على البيت على غرفة أمها بالذات تاخد الذهبات من عينيك. لا تطلع فيني هيك، لسه ما بدك كتير تفكير. أنا كتير منيح بعرف وين بتحط ذهباتها، بتحطهم بغرفة أمها تحت المخدة. أم اختيار كبيرة بالعمر، يعني المخدة فوق تمها شوي وتكون سلمتها.